بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. في فيديو النهارده ان شاء الله هنشوف تقليب الحمام الزاجل والمواصفات الظاهريه، وهنتكلم برضو في المواصفات اللي هي الغير ظاهره فيه. قبل ما نبدا الفيديو نرحب بكل اخواتنا المشتركين الجدد في القناه، بكل ود نلقاكم، وخلي الشكر وامتنان وتقديري لكل اخوات اللي بيدعموا المحتوى سواء باللايك او بالشير او بتعليقاتهم الايجابيه. نبدا على بركه الله. ده فرد الزاجل بس لسه يعني عليه ريش، عليه بتاع حوالي 2-4، عليه 5 ريشات، يعني المفروض اصلا ما يتقلبش دلوقتي. هتقلب فرد الزاجل كويس يبقى خلص ريش على الاقل. بس احنا مبدئيا هنتكلم هنشرح عليه. الحمام الزاجل في منه الوان كتير، يكاد يكون في منه جميع الالوان، الابيض والاسود والاحمر والابرص زي اللي في ايدينا ده كده، والازرق والازازي والسيلفر، ملوش لون محدد. بيتقال عليه الحمام الزاجل حمام الجمعيه، بيتميز ان هو بيقطع مسافات كتيره وبيتعمل عليه رياضه زي رياضه سباق الحمام زي ما احنا عارفين. طيب انا عايز اشتري حمام زاجل، هل في مواصفات معينه؟ لا والله ما فيش مواصفات معينه ان انت تقدر ما تشوفها تقول الفرد الزاجل ده فرد دم قوي او فرد اصيل. الناس كلها بتجتهد، تعتمد ان انت بتاخد من حد ثقه. هنقول بس مواصفات ظاهريه كده توضح برضو الحمام الزاجل معانا، ما الفرد بيبقى عليه مثلا اخر ريش او خلص ريش، غير الفرد اللي بيطير، غير الفرد اللي محبوس، غير الفرد اللي بيتدرب او بيترمي. طبعا عضله صدره وعضله جسمه وعضله كتفه دي كلها بتشد، بتدي للفرد بنيه قويه. فرد الزاجل اهو نشوف شكله كده، بيبقى عامل زي السبعه كده. هو طبعا مش عايز يتمسك، اهو جسمه بيبقى صدره عريض، اكتافه بارز عن جسمه بالشكل ده كده. طبعا الفرد اللي معانا عادي، ضوافره عاديه اهيت، بتبقى سمراء حسب زي لون الفرد كده، لون عظمه الفرد. لان اهم حاجه في الزاجل ما تبقاش وكمه، ارضيتها بقى في بيبقى فاتح، في بيبقى مجير، في بيبقى اللون الاورنج، اللون ده هيتغير اصلا لان الفرد ده لسه عليه ايه 5 ريشات، لسه شاب ما خلصش ريش، فالعين لسه ما اخدتش الشكل النهائي بتاعها. وطبعا الزاجل يعني الناس بتتكلم في العيون كتير، وهي بتبقى لها اسرار برضو مش مقياس. يعني في ناس تمسكه ويقول لك شوف البصله بتاعت العين وتبان في الشمس، العين حتى النن جوه ما بيبقاش واخد الشكل الدائري، بيبقى واخد الشكل البيضاوي. فرد الزاجل زي ما احنا قلنا كده، صدره بيبقى عريض ما شاء الله، بنيانه او جسمه بيبقى ملحم، الفرد بيبقى قوي، الفرد زي ما احنا شايفين كده بيتلفت يمين وشمال، فرد مش راضي بالمسكه، يعني نشاط الفرد، عين الفرد، نظره الفرد الحاده. ده شكل جناح الفرد اهو، بيبقى الجناح مغطي هنا عند منطقه الاصع، مغطي على الظهر، عند 10 ريشات اللي هم القوادم والعشر الخوافي. طبعا هو الريشه باينه قدامكم اهي، طبعا جناح الفرد ما شاء الله قوي. شوف نهايه الريش بتبقى عامله زي السكينه كده، طبعا لسه الريش كمان هيتميز عن كده. جميل، لما باجي امسك الجناح الفرد ما بيبقاش مخلخل، الريش منتظم وقوي ولامع وملمسه قطيفي، ما بيبقاش الجناح مخلخل. يعني بصوا من تحت كده اهو، من تحت اهوت الريش مش مفارق، الريش ايه متساوي. جميل، شوف الجناح الثاني، طبعا وانت بتفحص الحمام لو في اي ريشه مسوسه، في اي ريشه حاجه دي بتشيلها. طبعا ادي الفرد اهو، تمام اهو، دي الفرد جاي على ريشه واحده كده او ريشتين. المنطقه بتاعت الاصع ديت بتبقى مخخه كده، دي بتدل برضو على قوه الفرد. الجناح بيبقى المجداف والديل برضو عشان توازن الفرد وطيران الفرد، او بيبقى الديل زي ما انتم شايفين، مع ان ده لسه فرد يعني شاب لسه عليه 5 ريشات، لسه هيظبط عن كده كمان. اهم حاجه الديل ما يردش لفوق معاك. ما شاء الله برضو ظهر الفرد منتظم وماشي مع ديله. كتف الفرد من هنا اللي واصل الجناح بجسم الفرد ده بيبقى مثلا حجمه صغير، دوب عقله صابع كده في المنطقه دي كده. عضله الجسم بتبقى موردنه بالشكل ده كده، دي ما شاء الله. وبتبقى العظمه بتاعت القص دي، عظمه القص بتبقى منتظمه مش معوجه او مش مكسوره، دي المنطقه بتاعت الصدر اهي. هنا دول العظمتين، لو مشينا كده معالي الاخر اهم، دول الشوكتين او عظمتي السفاد، تمام اهو. يا دوب ادي صدر الفرد والشوكتين اهم، يا دوب يا دوب حاطط عقله الصابع كده، بيبقى منطقه البطن دي اسمها منطقه البطن، تمام، بيبقى يا دوب عقله الصابع. دي من بعض المواصفات اللي هو بيهتموا بيها يعني. المهم الفرد بيبقى كنز معاك عامل زي السبعه، طبعا ده لسه ما شاء الله احلو عن كده. المراخين بتاعته بتبقى مجيره، راسه بتبقى ناعمه ومسحوبه بالشكل ده، متناسقه مع جسمه، لسه في مرحله قرش والريش النهائي ما اتكونش زي ما احنا شايفين. طبعا الحمام الزاجل بتعرف ان هي سلاله كويسه ازاي؟ بالتجربه، ان انت بترميها من مسافات او بتشارك فيها في سباقات وبتحقق معاك مكاسب. طيب الحمام الزاجل عشان تنمي المهاره دي فيه وتقويه، عامل زي بطل كمال الاجسام او بطل الحديد او الانسان الرياضي، لازم بيتدرب كل يوم لا يقل عن ساعه طيران. يبدا الحمام يطير طيران حر، ما بتفزعوش ولا بتشاور له برايه ولا اي حاجه
نظام النش، سيب الحمام يطير براحته، بيحب المكان، بترعاه كويس، بتاكله كويس، موفر له مكان كويس، مفيش ازدحام، مفتور، ما بتضربش بعدها، مفيش ذكوره زياده في المكان، تضرب الحمام المنتج لوحده والحمام الشبابات لوحده، بتراعي عدد الحمام او كثافه الحمام في وحده المساحه. المهم يبقى بيت الحمام او مسكن الحمام بيت نظيف، خالي من الحشرات، خالي من اي حاجه تعمل اجهاد للطيور او مشاكل او قلق للطيور. الحمام مرتبط بمكان، حب المكان، تبدا ان انت تسيب الحمام يطير طيران حر، تمام. بعد كده هتبدا تاخد الحمام ترميه بقى من مسافات، وممكن تشارك فيه بالسباق. طبعا تدريب الحمام وطيران الحمام مع التغذيه الجيده والرعايه الجيده، الفرد بيشد وعضله صدره بتشد، والفرد بيتطور وشكله بيتطور وحجمه بيتحسن، تبدا تشارك فيه في السباقات. انت ربطت الحمام بالمكان، تبدا تشارك في السباقات، ربنا بيكرم ان شاء الله، والفرد بيجي لك بيحقق مستويات كويسه في السباق. بس انا عشان اكون صادق معاك، وانت هتربي حمام زاجل وعايز تشارك فيه في السباقات، بيبقى فيه اشتراكات بتندفع في الاتحاد او في الجمعيه ديت. الحاجه الثانيه بيبقى فيه تكلفه عليك، وقت ومجهود وتكلفه ماديه، فان كان انت عندك الوقت وعندك المقدره ان انت تشارك في حاجه زي كده مفيش مشكله، توكل على الله. انما عشان تجري ورا السلالات وتفرخ وكده، الحمام انت ممكن تجيب فرد ذكر كسبان او طيره كسبانه وتجوزهم لبعض، والحمام اللي يطلع منهم ما يحققش حاجه، او ما يعني الوراثه اللي طالع منهم مش راكبه على بعضها، الحمام اللي هيطلع منهم ما يحققش معاك مسافات. فهي العمليه كلها انت حتى اللي هتشتريه مش هتطيره، هتفرخه عندك وهتجرب النتائج بتاعه، وبتفضل تجتهد وتربي وتجرب لحد ما يبقى عندك سلاله خاصه مميزه بيك. معظم انواع الحمام زي الجونسون والدمبر وان والانواع المشهوره دي كلها باسماء اشخاص او اسماء مربين هم اجتهدوا. بص دي شوفوا كده معايا اهو، اهو شايفين ديله ماشي مع ظهره متناسق على ريشه واحده، تمام، اهو زي ما احنا شايفين كده. الديل ما بيطلعش لفوق، الديل ما بيطلعش لفوق ولا ينزل لتحت، اهو مستقيم، تمام، اهو زي ما احنا شايفين كده، اهو تمام، اهو لسه ما شاء الله، تمام. ده بيدل على عصب الفرد، ده الفرد زي ده لسه خمس ريشات، يعني لسه كمان ان شاء الله ربنا يبارك فيه يا رب، وادعوا لنا بالبركه كده ويحلو كمان. الاساسي في الزجل يا جماعه اللي هو هتخش بيه السباقات التدريب، ازاي تدرب الحمام ان هو يحبس، وازاي تدرب الحمام ان هو يطير ويعرف المكان وتعوده على المكان، وممكن بعد كده ترميه من مسافات بالتدريج. الحاجات دي كلها انت هتكتشفها في الفرد الحمام اللي معاك مع الممارسه. بمعنى انت طبعا بتبقى عامل عندك التراب بتاع الحمام الزاجل، بيطلع او بتشمس الحمام او بتنشر الحمام او بتدشر الحمام في قفص او في سلاكه، بيبقى حافظ المكان ممكن 3 ايام ممكن اسبوع، بعد كده ساعه مثلا كده يبقى شايف جوه المكان، بعد كده بتفتح له. اهم حاجه ما تفزعش الحمام، الزغاليل ما تفزعهاش وما تخوفهاش، خليها تحبك، اكلها في ميعاد معين، بتبقى هي طقه واحده في اليوم. الهدوء، انت تبقى قاعد هادي في وسط الحمام، الحمام حابب المكان اللي فيه، مفيش اي حاجه بتزعجه، مفيش اي حشرات، المكان كويس، مفيش ترتها مباشر، الحمام بيبقى مرتبط بالمكان وحابب المكان. طيب بدات ان انت حضرتك الحمام بدا يلف، ممكن يطلع يطير يقف كده يوم اتنين، طبعا انت حوالين منك عماير وحوالين منك اماكن مرتفعه، ما تفزعش الحمام وتنشر وما تصفرلوش وما تهيجوش، سيبه براحته خالص لحد ما يبدا يطير ويبدا ان هو ايه يشد، ويبدا ان مثلا اول يوم ممكن يغيب ربع ساعه عنك ويرجع نص ساعه ويرجع، بعد كده ساعه الا ربع ممكن يروح مسافات ويجي، تمام، سيب الحمام براحته خالص. طيب خلاص انت الحمام ارتبط بالمكان وتعود على المكان وبدا عرف يدخل من التراب، وفي ميعاد معين وصوت انت بتعمله، صوت صفاره او صوت معين وقت الاكل، هو بيجي مثلا انت بتاكل مثلا العصر في وش المغرب او بتاكل الصبح طقه واحده، هو بيجي على ميعاد الطقه ديت وياكل. انت طبعا بتطير الحمام الصبح بدري قبل ما يكون واكل، تمام، بتطيره قبل ميعاد الاكل بحيث عشان لما يعني لما يجي يحبس او تيجي تحط له الاكل الحمام يحبس ويخش معاك ياكل، تمام. بالنسبه للحمام الزاجل ده عامل زي الانسان، او يعني الانسان اللي بيلعب كمال اجسام او بيلعب حديد، اللي بيلعب كمال اجسام ده ما ينفعش انا مره واحده اشيله اوزان تقيله، لا لازم الاول ادربه اتدرج بيه. دمتم في حفظ الله ورعايته، نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.